خلونا نبتدي كده الحلقة بتاعتنا بأخبار النادي الأهلي، كواليس النادي الأهلي، المفاجآت اللي موجودة في قائمة النادي الأهلي لكأس العالم للأندية، خاصة بعد بعض العروض اللي مش كويسة للإيه اللعيبة. عمر محمد بعت لي 96,000 رسالة بيقول لي كابتن تامر موسيماني ضعيف جدا. عمر محمد بعت لي لغاية دلوقتي 96,000 واحد. واحدة كمان عشان يبقى 1002 والنبي عمر. طيب ناخد محمد ناصر الأول لغاية ما نشوف القصة بتاعت عمر محمد إيه. مساء الفل عليك يا محمد. اتمنى لك يا كابتن تامر تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورك في كل مكان يا كابتن مصر. حبيبي إيه الأخبار؟ طمني. الحمد لله والله زي الفل، يعني الدنيا تمام كده والحاله ماشيه والبوقان ماشي في شارع الاهلي كسر الدنيا عشان أنت ما الماتش شاء الله، الماضي امبارح بقيت والناس منتشر، أنت فرحانه. بقيت منتشر أنت على السوشيال ميديا دلوقتي، إيه ما شاء الله. حبيبي يا كابتن والاستوديو تامر ربنا التحليلي، يخليك. والاستوديو التحليلي مع الاستاذ عصام شلتوت، وحاجه تفرح. تسلم لي يا ريس، تسلم لي نور يا كابتن الدنيا مصر كلها يا والله، محمد، حبيبي يا كابتن، الله يكرمك. قول حبيبي يا كابتن. قول اخبار النادي الاهلي النهارده ايه عندك سريعا بس. طبعا النادي الاهلي النهارده كان فيه تدريبات خفيفه لبعض اللاعبين بسبب يعني اللاعبين اللي شاركت في تدريب في مباراه المقاولين بالامس، تدريبات استشفائيه للاعبين، وبكره ان شاء الله يكون في راحه من التدريبات. موسيماني في بدايه التدريبات عقد جلسه مطوله مع اللاعبين، تحدث معاهم على الشوط الاول والاخطاء الكارثيه والميس باص اللي وقع فيه طبعا لاعبي النادي الاهلي امبارح، واتحدث معاهم على ضروره التركيز خلال مباراه بيراميدز، لان مباراه بيراميدز زي ما بقول لك هتكون هي الفارق والنقطه الفارقه للنادي الاهلي للتتويج بالدوري. وطبعا تحدث معاهم على مباريات كاس العالم للانديه، الناس كلها كانت طبعا شايل هم مين اللي هيكون موجود في كاس العالم ومين مش هيكون في كاس العالم، فاتكلم مع اللاعبين ان كله يجب عليه التركيز وان كل اللاعبين هتكون متواجدين في قائمه الفريق في كاس العالم. ليه؟ طبعا لتحفيزهم عشان خاطر ما يقدرش ان هو يصرح بحاجه مش هتكون موجوده مع اللاعبين. تمام، طب قول لي كده، النادي الاهلي بعت القايمه ولا لسه؟ النادي الاهلي طبعا بعت القايمه النهارده واللي هتضم 23 لاعب، وطبعا دول اللي هيشاركوا بنسبه كبيره في كاس العالم للانديه طبعا مع النادي الاهلي في اول مباراه امام الدحيل القطري. في كان استقرار بنسبه كبيره من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي على بعض من اللاعبين، خلينا نقول في تامر يعني هيكون في حراسه المرمى ثلاث حراس، هيكون موجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، هيكون خط الدفاع هيكون موجود بدري بنون وايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول محمد هاني احمد رمضان بيكم ومحمود وحيد، هيكون في منتصف الملعب هيكون موجود اكرم توفيق وعمرو السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج، وهيكون موجود في الوسط الهجومي افشه ووليد سليمان وكهربا وحسين الشحات وليد و سليمان ازاي وهو متعور؟ افشه استنى بس. افشه وكهربا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وولتر بواليا ومروان محسن ووليد سليمان. النادي الاهلي بيدرس ان هو يكون موجود كضيف شرف موجود معاه في قائمه الفريق، طبعا هيكون ضمن البعثه مش في قائمه الفريق لان ال 23 لاعب هيكون موجودين هم اللي جاهزين بنسبه كبيره، في هيطلع وليد سليمان وهيدخل مكانه جونيور اجاهي واللي هيتم تجهيزه خلال الفتره المقبله بنسبه كبيره جدا للحاق مع النادي الاهلي بكاس العالم للانديه. طبعا وليد سليمان هيكون ضمن افراد البعثه، النادي الاهلي بيدرس حاليا ضمه ليكون ضمن افراد البعثه طبعا بعد الجهد الكبير والمبذول اللي عمله وليد سليمان خلال الفتره الاخيره وخلال الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، لان تعتبر دي اخر سنه لوليد سليمان في النادي الاهلي او اخر موسم طبعا، وهيكون ده اخر موسم ليه في كاس العالم للانديه. طيب قول لي كده، وضع رامي ربيعه وسعد سمير هيبقى ايه؟ طبعا سعد سمير غيابه عن المباريات الفتره الماضيه هيقلل من دخوله لقائمه النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا 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 للمشاركه في كاس العالم للانديه، بجانب طبعا رامي ربيعه اللي بيتم استبعاده بشكل دائم من قائمه النادي الاهلي، ولكن هيكون في حسابات كتيره لموسيماني قبل القائمه، ولكن يعني زي ما قلت لحضرتك هم دول اللي تم الاستقرار عليهم بنسبه كبيره. هل هيضم طبعا 24 لاعب وهيكون معاه لعيب احتياطي لتحسبا طبعا لاصابه اي لاعب خلال الفتره المقبله يعني لا قدر الله ولا لا، لكن حتى الان ده اللي تم الاستقرار عليهم بشكل كبير زي ما قلت لك يا كابتن. تمام، اخبار الاخبار التانية ايه من جوه النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي النهارده كان في
في استقبال لوزير الرياضه العراقي. طبعا اللي حضر النهارده في مختار التتش بالجزيره، وابدا عدنان اسمه عدنان وزير الشباب والرياضه العراقي عن سعادته الكبيره بزياره مقر النادي الاهلي في مختار التتش، واللي كان في استقباله الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وحرص اللاعب على تقديم كافه البهجه والسرور ليه بتواجده في النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب اداه درع واداه تيشيرت، وخد جوله تفقديه داخل النادي الاهلي في مختار التتش، وبص على دولاب بطولات النادي الاهلي وعبر عن فخره الشديد وسعادته الشديده بتواجده داخل النادي الاهلي والجلوس مع الكابتن محمود الخطيب، ويعبر عن ان النادي الاهلي هو مصدر فخر لدى الكره العربيه في العالم العربي ومصدر فخر لدى الكره المصريه طبعا والكره العربيه في العالم اجمع، وبجانب مشاركه النادي في كاس العالم للانديه، وده حاجه كبيره جدا هيمثل فيها النادي الاهلي طبعا الوطن العربي، وهيمثل فيها طبعا مصر وهيشرف مصر طبعا بين دول العالم. تمام، عندك اخبار تانية؟ عندك انباء تانية قبل ما اشكرك؟ طبعا عايزين ننبه على الكلام اللي قلناه امبارح عشان بعض الناس شككت، قلنا ان بدر بنون تم استبعاده من قائمه نادي النادي الاهلي بسبب البرد اللي البرد والسخونيه اللي ظهرت عليه فجاه واحده، وقلنا ان اللاعب ترك حسين السلام وغادر على الفور مع ان اللاعب كان موجود في السكور شيت بتاع التشكيل، وفعلا كان خلاص هينزل الملعب، ولكن بعد ارتفاع درجه حرارته قبل يعني بعد وصول الفريق الى استاد السلام تم استبعاده على الفور، وكان بالليل في مسحه اجراها اللاعب عقب رحيله عن النادي الاهلي من استاد السلام، وفعلا جاءت نتيجتها سلبيه الصبح، واللاعب انضم للتدريبات الحمد لله وهو بخير وصحه وسعاده وسلامه، وموجود برضو اكرم توفيق كان عامل مسحه اضافيه للتاكيد من الرابط تيست اللي جاء نتيجته ايجابيه، وتم عمل مسحه ولكن لا الحمد لله اللاعب سلبي، وطبعا شارك في التدريبات وكل اللاعبين جاهزين في النادي الاهلي طبعا الا طبعا باستثناء وليد سليمان اللي بيحاول علاج طبيعي وبيتكثف علاج تاهيلي طبعا للفتره الممكنه. تمام، في اي حاجه ثانيه محمد؟ لا كابتن، هو ده كل اللي جاء النادي الاهلي النهارده بزياره طبعا وزير الشباب والرياضه العراقي والتدريبات والاستعدادات لمباراه كاس العالم للانديه. وخلينا اقول لك برضو يعني حاجه سريعه كده لسه جاري دلوقتي، في تقرير تم تقديمه للنادي الاهلي عن نادي الدحيل القطري والصفقات الاخيره اللي ابرمها الفريق، وهي نقاط الضعف ونقاط القوه، وطبعا موسيماني بدا يحط ايده على نقاط القوه والضعف لدى فريق الدحيل القطري. خلينا اقول لك نقاط الضعف بالنسبه للفريق القطري هو نسبه الدفاع بتاعهم وخط الدفاع هو الهزه الوحيده ونقطه ضعف لدى فريق القطر، وده اللي هيشتغل عليها موسيماني مع خط الهجوم ومحمد شريف وهيتكلموا فيه خلال المحاضرات المقبله، استعداد غير طبعا لمباراه كاس العالم للانديه، بجانب كمان ان كان في احد من الجهاز المعاون لدى موسيماني بيحضر او بيتابع مباراه سموحه النهارده برفقه موسيماني في فندق اقامته، وطبعا شافوا وحطوا ايديهم على نقاط القوه والضعف لدى فريق بيراميدز للمباراه المقبله طبعا اللي هتكون يوم الثلاث المقبل الساعه 7:30 على استاد الدفاع. تمام، محمد ناصر من داخل جدران النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك يا محمد. حبيبي كابتن تامر، انا بشكرك وبشكر كل جمهورك بكل. دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي، حاله من الهدوء كده يعني، حاله من الاستقرار موجوده على مستوى الفرقه، المكسب برضو بتاع المقاولين العرب وريمونتادا اللي اتعملت ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مقتنع وغير مقتنع لبيتسو موتسيماني. في يعني ناس كتير قلقت من اداء موتسيماني على مدار الماتشين ثلاثه اللي فاتوا، وفي ناس يعني لا يعني في ناس مقتنعه بيه جدا، وفي ناس اشادت بيه جدا، وفي ناس طالعه بيه السما جدا جدا. على فكره ده من جمهور النادي الاهلي، يعني مش من حد من بره او خارج منظومه النادي الايه النادي الاهلي، انما طبعا بالتاكيد المكسب حلو، المكسب بيغطي على كل حاجه، يعني حتى انا لو مدير فني باخد قرارات سواء غلط في التشكيل او في التغيير او حتى في اداره البعض اوقات اللقاء، المكسب بيغطي على الكلام ده كله. انما انا
لو عامل من الفسيخ شربات وعامل البحر طحينه وعامل اللي ما يعمل، ولا قدر الله خسرت او اتعادلت، كل ده اكنك بتجيب تراب وحطيته عليه. ده ردا على رساله عمر محمد صديقنا الجميل اللي بيقول موسيماني ضعيف جدا يا كابتن تامر. وجهه نظر